نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. يصف الله تعالى حال بعض العرب إذا رزق بأنثى قبل سطوع نور الإسلام، فيقول سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم المكرمة. نلتقيكم في هذا المسار الذي يتحدث عن إرث الخليلين عليهما الصلاة والسلام. ضيفي في كل حلقات هذا المسار هو سعادة الدكتور صالح بن أحمد الدقلة، أرحب به وبكم. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله. كنا في مجمل الحلقات الماضية على مشارف البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وتحدثنا في جوانب من ما كان عليه العرب والعالم بشكل عام قبل البعثة مباشرة. في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى وضع خاص وهو الحديث عن المرأة، كيف كان وضع المرأة في هذه الأثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا كان حال الرجل وهو الذي يتولى زمام الأمور في الجاهلية ليس بالحال الحسن، فكيف بحال المرأة؟ المرأة في الجاهلية لم تكن تحظى بالحقوق التي تليق بمكانة المرأة الطبيعية التي خلقها الله عز وجل لها. خلقها أن تكون أما، وخلقها أن تكون زوجة، وخلقها أن يكون لها حقوق وأن يكون لها واجبات من البر والإحسان والرعاية والعناية، ولكنها لم تكن تحظى بشيء من ذلك. فكانت تعامل في أحيان كثيرة كما تعامل البهائم. فتخيل أن المرأة تورث كما يورث المتاع وكما يورث المال، وكما يعني عندما يموت الإنسان فإنه يترك إبلا وغنما تورث، ومن الأشياء التي تورث من بعده زوجته، فإنها تورث إما لأخوته أو لمن يرثونه بعد ذلك، ولهم الحق في أن يتزوجوها أو لا يتزوجوها أو يزوجوها آخرين بغير إذن أهلها ولا إذنها. فهذه الحالة التي كانت تمر بها المرأة وتعيشها كانت حالة مزرية لا تليق. من الأشياء التي تصل إليها المرأة وتقع فيها أن المرأة كانت تحرم من الميراث، فإذا مات أبوها أو زوجها ولو ترك أموالا طائلة فإنها لا ترث منها شيء ولا تعطى منها شيء، وليس لها الحق أن تطالب بشيء من ذلك. وكانها شيء من الجماد، يعني لا يعني ليس لها أي اعتبار في لم يكن لها ذلك الدور. كانت المرأة أيضا محط الاحتقار من حيث الإنجاب، فالمرأة إذا أنجبت أبناء وذكورا يشاد بها ويعلى شأنها، ولكن إذا أنجبت بنات فإنه لا قيمة لها ولا مكانة لها، وكانت يعني وتعير بذلك أنها لا تنجب الذكور ولا تنجب فقط لأنها ولادتها، مع أنها لم تكن هي لا دخل لها في هذا، هذا أمر في خلقة الله عز وجل ومشيئته واختياره للرجل. من الأمور التي كانت أيضا لها علاقة بالمرأة أن المرأة عند ولادتها منذ ولادتها لا تستقبل استقبال البشرى ولا تستقبل بالحفاوة كما يستقبل الذكر، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني لا يريد أن يقول للناس
أنه رزق بصبية أو ببنت يريد أن يكون هذا المولود ذكرا يفاخر به. ولأن أيضا مرتبط بها ما ذكرت دكتور من أنها أنها تورث وأنها لا ترث وأنها يعني مثل المتاع، فهو لذلك أيضا يعني يصبح مهموما بوجودها. بوجودها يصبح عبئا عليه. نعم. هو عبئا عليه لأن المجتمع صنع عرف، والعرف حاكم على النفوس. هذا العرف هو الذي يجعله يتوارى من القوم، لا يريد أن يخبر الناس أنه قد رزق ببنت، ولهذا يريد أن يتخلص منها. يتخلص منها لعدة اعتبارات، إما لسبب هذا الحياء والخجل الذي حصل، أو أنهم كانوا يخشون على النساء السبي في المعارك، فبعضهم لا يستطيع أن يحمي بنته في القتال، أو إذا حصل غزو أن تؤخذ ويعير بها فيقتلها حتى لا يحمل هم حمايتها. وبعضهم يقتل أبناء الذكور من وأد البنات والإناث، يذكر يقتل الذكور ويقتل الإناث خشية أن يأكلوا معه، لأنه لا يستطيع الإنفاق عليه، فيخشون عليهم الفقر. ولهذا الله عز وجل نهى عن قتل الأولاد خشية إملاق، وقال الله عز وجل نحن نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم، وقتلهم من إملاق، قال نرزقكم وإياهم. فالله عز وجل تكفل برزقهم، وليس هذا مؤونة الوالدين والأبوين، فهم يقتلونهم، يقتلون الابن سواء كان مولود هذا ذكرا أو أنثى خشية الفقر أو من 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 كلفة الإنفاق عليه بعد أن يولد. وتقتل البنت لسبب آخر إضافي وهو العار، خشية أن يرون ولادتها عارا ويتخيلون ما قد يحدث بعد ذلك فيرون، وهذا ليس سببا صحيحا لفعل هذه الجريمة الكبرى. ولهذا الله عز وجل كان يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فإن في حكم الله وقانونه وعدله ألا تقتل، هذه خلقها الله لتحيا ولتعيش ولتبقى. وكان يمجد بعض العرب أنهم كانوا يشترون هؤلاء البنات، يشترونهم حتى لا يأيدها، حتى لا يقتلها أحد وينفق عليها حتى تكبر، وكان هذا يمجد هؤلاء الناس، وكانوا من أشراف العرب سمعة ومجدا لفعلهم هذا الذي كانوا يفعلون. ما هو الجامع لكل هذا التعامل مع المرأة في هذا العرف في أو في هذا المجتمع؟ كما قلنا في حلقات سابقة أن معيار العدل الأساسي انفرض، حق العبودية هو لله، صرف لغير الله، فلن يبقى صاحب حق يأخذ حق إلا القوي، فلن يأخذ الضعيف حقه بالقدر المناسب، لأن الذي ضيع حق الله وصرفه وجحده سوف يجحد حق من دونه من سواه. ولن تأخذ المرأة حقه، ولن يأخذ الغريب حقه، ولن يأخذ ابن السبيل حق، ولن يأخذ صاحب الحق حق. ولهذا لما تعاهدت قريش في حلف الفضول على حماية من يأتي إلى مكة لما رأوا من المظالم التي تقع على الناس في حقوقه، ولم يستطيعوا تحمل هذا، يعني قيمهم وشيمهم لم تستطع تحمل هذا، فتعاهدوا بذلك العهد هو حماية المظلوم إذا جاء إلى مكة وإنصافه ممن ظلمه. لكن الإسلام غير المعادلة تماما، أعاد لأصحاب الحقوق حقه، وأعطى كل حقه الذي يستحقه بالعدل. فحق المرأة في الميراث عاد، وفرضه الله في القرآن فرضا مسمى لا يمكن لأحد أن يغيره أن يبدله، وهو حد من حدود الله لا تتغير. وفرض لها حقا في أنهم كانوا يعتبرون المرأة إذا ظاهرها زوجها تصبح كأمه، فهي لا هي زوجته فيأتيها ولا هي أمه، أو هي يعني، فلذلك تصبح معلقة، فهذا ظلم للمرأة وحرمان لها من الحقوق، فلا هي زوجة تعامل معاملة الزوجة بحقوقها، ولا هي امرأة طليقة فتذهب وتبحث عن زوج آخر. حتى في تزويجها يعني كانت صيغة التزويج أصلا يعني قائمة على يعني على التعامل مع المرأة بشكل مهين جدا بهذه الطريقة، بشكل مهين، لأنهم لا لأن هو كما ذكرت لك أن الحقوق الموجودة أصبحت في اعتباراتهم ليست ذات قيمة، فما سيترتب عليها من إجراءات لن يكون بنفس القدر من القيمة. لا شك أن المرأة كان لها عليها مسؤوليات، ولذلك كانت المرأة تتعلق بالأخلاق كثيرا، ولهذا كما قالت هند بنت عتبة لما بايعت قال النبي عليه الصلاة والسلام يبايعنا فلا يسرقنا ولا يزنين، قالت وهل تزن الحرة؟ كان هناك من المعاني الكبرى عند النساء أن الحرة لا تزني،
أن الحرة لا تزني، وهذا مما جعل العرب ميدانا خصبا لقيام الرسالة فيهم كما ذكرنا قيام الرسالة فيهم. لكن هذه المرأة التي تؤاد، وهذه المرأة التي لا تورث، وهذه المرأة التي لا يعطى لها حقها، وهذه المرأة التي يظاهر منها، فلا هي مطلقة ولا هي متروكة. جاء الإسلام فشرع الطلاق ومنع الإيلاء، والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، له أربعة أشهر فإما عليه إما أن يعود إليها وإما أن يطلقها ولا يتركها ولا يتركها معلقة كالمعلق. وفرض لها العدل، حق في العدل عندما يتزوج زوجها بأكثر من زوجة، نعم، فلا حق واضح في المبيت والنفقة وغير ذلك من العدل، وشدد الشرع في ذلك في هذه المسألة حتى يقام لها حقها. وأصبح للطلاق تشريع في مدته وطريقته وعدد الطلقات والعدة وكيفية العدة والنفقة والرضاع الذي تتحمله، بل وراء الشرع عن احتياجاتها حتى في الصيام، فإنها تفطر في الصيام إذا كانت حاملا، وتفطر إذا كانت مرضعا، يعني في التفاصيل في تفاصيل نعم. في ذلك، وتعفى من بعض العبادات إذا كانت في فترة الحيض التي تعتبر فترة استثنائية بالنسبة لها، وتعفى من كثير مما أمر به الرجال كالجهاد وكالحج إذا لم تستطع، وما شرعه الله عز وجل لها. بل إن القوامة على الرجل هي في الأصل، القوامة على الرجل ليست هيمنة على المرأة ولا سيطرة عليها، بل حماية لها وتحميله بالمسؤوليات التي عليه، لأن المرأة أعطيت مسؤولية أعظم من هذا، أعطيت مسؤولية بناء البيت وبناء الرجال. ولعلنا نقف عند هذه المسؤولية دكتور، فهذا موعد الفاصل، أستأذنك في فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، لا زال الحديث في هذه الحلقة عن المرأة في عصر ما قبل البعثة النبوية. أشرق نور الإسلام على كل البشرية، ونريد أن ننظر الآن إلى جوانب من تعامل الإسلام مع المرأة، والذي يعني يعاكس بشكل مباشر وضعها في الجاهلية قبل الإسلام. قصة الإسلام في مكة بدأت بهاجر. قصة بناء البيت في مكة بدأت بهاجر. قصة زمزم في مكة بدأت بهاجر. قصة مكة بدأت بهاجر. قصة المجتمع المكي بدأت بهاجر. قصة اللغة التي تعلمها إسماعيل والتي نزل بها القرآن بدأت بهاجر، بدأت بامرأة. هذه القصة، فلكن تنظر إلى المرأة بدأت معها كل هذه القصص، وبين امرأة كان حالها في الجاهلية ما ذكرناه قبل قليل. يعني ما الحكايات التي تولدت عن حال المرأة في الجاهلية، وما القصص والروايات التي تولدت عن حال المرأة في الإسلام؟ ثم لما جاء الإسلام بمعناه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح يعني هذه المرأة التي هي المجاهدة، وهي التي هاجرت، وهي التي تذكر في القرآن، وهي التي تمجد، ولها وينزل القرآن يشرع لها، وينزل القرآن يحميها، وينزل القرآن يذكر لها حقوقها، وينزل القرآن يفرض لها حقها في الميراث، وينزل القرآن يريها كيف تكون طاهرة، وينزل القرآن يرشدها إلى طريق النجاة في الآخرة لتكون من الناجين لتدخل الجنة. أعظم موضع كرامة أين هو؟ في الجنة، هي مكان كرامة الرحمن. فيأتي الشرع يشرع للمرأة الطريق الذي يوصلها إلى موضع الكرامة، فليس الرجل وحده الذي يصل، بل هي لها طريقها الذي يوصلها إلى موضع الكرامة. ثم يأتي شرع الله عز وجل ويجعل لها من الأجور ما لا تبذل فيه جهدا، بل إنها إذا خاطت الثوب وعدت للزوج ما تعده، فكل أجر يناله الزوج بعد ذلك من عمل أو جهاد أو حج أو صدقة يقوم بها من أثر ذلك العمل فهي شركته دون أي جهد، دون أي جهد. أعطيت امتيازات بالمعيار الديني، بالمعيار الشرعي، لم تعطها في أي شريعة أخرى. كون الإنسان يأتي يفترض من عنده امتيازات المرأة، فنحن لا نحاسب الإسلام على هذه الامتيازات، ننظر للامتيازات التي منحها الإسلام وفق قانونه
وفق قانونه الذي منع. قانون الإسلام أن النجاة الكبرى يوم القيامة، وأن الفوز الأكبر يوم القيامة، فإن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول عز وجل عن يوم القيامة الفوز المبين، الفوز المبين الذي لا شك في أنه فوز. هذا الفوز المبين إذا حرمت منه الجنة المرأة ولم تعطى لها الفرصة لأن تصل إلى هذا الفوز، هذا هو الحرمان وهذا هو الظلم. معيار الإسلام في الفوز أعطى للمرأة الفرصة كاملة ومكنها من ذلك، وأعطاها من خيارات الوصول إلى هذا المكان ما لم يعطى للرجل. الرجل قد يصل إلى فالجهاد مثلا على حلو منزلته للمرأة أجر كأجر الجهاد دون أن يكون لها من الجهد ما للرجل وما يقدم الرجل، والحج كذلك، وما تصنعه للزوج وما تعمله له من عمل إذا أطاعت زوجها وأصامت فرضها، قامت فرضها وأطاعت زوجها، قال دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. شوف العمل حجمه ومقداره، وشوف الجزاء ومقداره. عندما نريد أن نضع المرأة أو ننظر إلى المرأة وموقعها في هذا الدين وكيف كرمت، يجب أن ننظر كيف وزع الإسلام الامتيازات في كيف وزعها وكيف أعطى المرأة بحسب القيمة الموجودة في الدين. فالقيمة الموجودة في الدين أن أعظم موضع كرامة هو الجنة، وأعطاها هذه المنزلة الكبرى. ثم بعد ذلك في بداية هذا المشوار جعلها هي رقم واحد، هي الأولى، هي التي تبتدئ معها هذه الرحلة الطويلة وتبقى تلك الآثار بعد ذلك مع هذه المرأة التي عظمها الإسلام وشرفها وسخر لها من الخدمة الأولاد والذرية والطاعة. وكأن الإسلام عندما حفظ لها حقها في الفوز بالجنة وبالطريق إليها بأقل جهد مثل ما تفضلتم، أصبح من الغني عن القول أن نذهب إلى تفاصيل ما أعطاه المرأة، ما أعطاه الإسلام للمرأة في التشريع وفي خلاف الأمور الآخر. الأخرى التي نذهب إلى تفاصيلها لو نظرت إليها تأتي من زاوية الدنيا، قد يكون من زاوية الدنيا. الذين يأتون يضعون هذه الموازين لا يستطيعون أن ينظروا من نفس الزاوية التي ذكرنا قبل قليل. أنا عندما أضع في مؤسسة مقياس الدين، مقياس الإسلام، وهذا مقياس الدنيا صح. عندما تأتي إلى مسابقة وهذه المسابقة يشارك فيها الرجال والنساء، وتعطي النساء نفس الفرصة التي للرجال من أجل الفوز إلى هذه المسابقة، ثم تعطي النساء اللي في المسابقة امتيازات، أنك إذا حصلت على نقطة أنت لست مطالب منك أن تقفزي هذه القفزة، مطلوب منك أن تذهبي من هذا المكان الأسهل. فمن الذي يميز هنا؟ من الذي يميز؟ كون مثلا هناك أمور أخرى، أنا أنظر إلى الذي وضع التشريع والذي وضع قانون الأداء والذي وضع قانون الجزاء، عامل الاثنين بمعاملة عادلة ليس فيها تقديم أحد إلى أحد إلا بمعيار العمل، بل إن العمل المكلف به المرأة أخف من العمل الذي يكلف به الرجل، كلف به الرجل. إذن هتلك الامتيازات التي أعطيت لصلاح الحياة، التي أعطيت للرجل أعطيت لصلاح الحياة، وقانون الإدارة اليوم يعطي القائد امتيازات لا يعطيها الآخرين. طيب بأي حق؟ هل دماؤه غير دماء الآخرين؟ هل هذا وهل لحمه ودمه يختلف؟ وهل نسبه يختلف؟ وهل اسمه يختلف؟ لا، لأنه في موضع القيادة. فعندما يكون الرجل في موضع القيادة سوف يحصل على تلك الامتيازات لموقعه التي هو في موضع القيادة، لصلاح المسيرة ولمسؤوليته. ولذلك لما تأتي الامتيازات في الجانب الآخر بمقدار التضحية، تجد المرأة لها ثلاثة حقوق والرجل له حق واحد في بر الأبناء، لأن المعيار الآخر هنا هو معيار التضحية، ومعيار التضحية حظ الرجل فيه قليل، قال بينما حظ المرأة أعظم. ثم أمك حظ المرأة، نعم، بهذه الصورة. فعلى الإنسان عندما يأتي ألا ينظر من زاوية واحدة منفصلة عن كل الجوانب. الإسلام جعل المرأة التي يوما من الأيام لا نصيب لها في شيء، لها نصيب في الآخرة أعظم نصيب. وانظر إلى أولئك المشركين الذين كانوا هم شرفاء العرب وسادة العرب وماتوا جميعا، وذكر النبي عليه عنهم أن كما قال الله عز وجل هؤلاء، ذكر عنهم مصيرهم في الآخرة وكيف يكونون وكيف يكونون مقرنين في الأصفاد وكيف يكون حالهم في جهنم. ثم تأتي أمة من إمائهم تشهد أن لا إله إلا الله وتكون من سيدات أهل الجنة، تكون من سيدات أهل الجنة في موضع الكرامة وتلبس التاج وتكون مع النبيين والصديقين والشهداء، وأولئك الذين يعتبرون أنفسهم. أين التمييز الحقيقي؟ أين التقديم الحقيقي؟ إنما التقديم الحقيقي الذي جعل تلك المرأة السوداء يأتي النبي فيفتقدها، فقيل أنها ماتت
فقال هل آذنتموني؟ إن هل أخبرتموني بموتها؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هذه الميزة التي ربطت القضية بالعمل وربطت القضية بالمعيار الأعظم. بالمعيار الأعظم، ولأن الله حكم عدل فالمنظور يكون من هذه الزاوية، من منظور أن الفعل فعل الله والحكم حكم الله، وعلى العباد أن يقبلوا. نعم، جزاكم الله خير يا دكتور، أشكرك في هذه الحلقة على مشارف نهايتها، أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وأشكركم أنتم أيها الجمهور الكريم على متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله في إرث الخليلين، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. كرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال.